ببراءة طفولة تنتظر قدوم أبيها من العمل دون أن تعي أن معيلها الوحيد قد فارق الحياة متفحما إلى جانب 13 آخرين نتيجة حادث مروري مروع وقع مساء الجمعة على الطريق الرابط بين بغداد والموصل في منطقة عين البيضاء جنوبي الموصل. ذوو الضحايا الذين صدموا من هول الحادث عزوا مسبباته إلى خزن مادة البنزين بشكل غير أصولي في المركبة وإلى وجود حفر ومطبات في الطريق نتجت عن خراب داعش لها لمنع وصول القوات المحررة آنذاك دون أن تلجأ دوائر البلدية إلى إصلاحها وصيانة الطريق. 14 نفر من السيارتين رازل اشتعلوا وترك ولادة 9 أطفال وبيته إيجار لا تقاعد ولا كل شيء ما عنده غير بس هاي السيارة يعيش منها. سببها هي ايش؟ من الطرق والنفط زين والحكومة هي الأعمال الحكومة. شحة المشتقات النفطية في محافظة نينوى تجبر سائقي المحافظات على خزن مادة البنزين في مركباتهم هربا من الطوابير الطويلة أمام محطات التعبئة في الموصل والتي قد تمتد لساعات متواصلة فضلا عن ارتفاع أسعارها في الطرق التي يسلكونها عند سفرهم خلافا لجميع قواعد السلامة العامة التي تشدد عليها دوائر الدفاع المدني. لولا ماكو أزمة احنا ما كان يعني نشتري السعر من الباعة المتجاوزة ولين البنزين ما معلوم شلونه. وعن خزن يعني حتى بالسيارة عن خزن بنزين يعني احتمال يعني مرات حتى السوق السوداء ما لقي عندهم بنزين. غياب الخدمات لم يقتصر على المدينة فحسب بل وصل إلى الطرق الخارجية وأبرزها الطريق الرابط بين الموصل والعاصمة نتيجة انتشار التكسرات والحفريات التي تمتد إلى أكثر من 40 كيلومترا والتي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص بين آونة وأخرى. والطرق الخارجية هاي سنتين داعش كنفلش له 30 كيلومتر هاي 30 كيلومتر ألافات الحوادث عصير بيها. ووفقا لمتابعين فإن سالكي هذه الطرق مهددون بالمزيد من الحوادث المرورية في أوقات الظلام نتيجة التكسرات والحفر المنتشرة على الطريق والتي لم يتم إصلاحها منذ استعادة الموصل قبل أكثر من عام من الآن. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.